الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9575. وأسبغت علينا وافر النعم، كبرتنا من صغر وأطعمتنا من جوع وسقيتنا من ظمأ وقويتنا من ضعف وكسوتنا من عري وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة وحببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أمنتنا من خوف وجمعتنا من شتات، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيتها الأخوات المسلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى ديارنا ردا جميلا. احقن في الكويت دماءنا، وصن أعراضنا، وسلم عقولنا، واحفظ ديننا ودعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى، رحماك بالعجائز الركع والأطفال الرضع الذين شردهم الظالمون. نسألك اللهم نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين. أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وظهيرنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. وأسألك اللهم أن تحفظ هذه الديار الكريمة والحرمين الشريفين والقائمين على رعايتهما وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا واحفظهم أمنا وإيمانا، وأسألك أن تجبر قلوب الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن ما بين أسير ومقتول، أفرغ عليهن الصبر إفراغا.
اللهم وما أخذ من دنيانا فاجعله حظنا في أخرانا، وارزقنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، واجعل نصيبنا الأوفر وحظنا الأكبر يوم لقياك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إحياء هذا اللقاء المبارك، وأن يجعلنا الله وإياهم من أهل الخير والخيرات. فالله يقول في كتابه الكريم: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفعل الخير للآخرين له بركة في الدنيا والآخرة، فهذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين يقول الله عنه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. موقف محرج، امرأتان تتفلت أغنامهما العطش الظمأ إلى حوض المياه الذي تزدحم عليه الرجال من الرعاء، رجال في غاية الخشونة، ولكن هاتين المرأتين تذودان الأغنام المتفلتة. فيأتي موسى عليه السلام قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالخير الذي أنزل إليه في هذه اللحظة توفيقه لمساعدة الآخرين الضعفاء الغرباء، فكان الجزاء: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فإن فعل الخيرات ينجي من القوم الظالمين. طبق الخير، حضور الدروس، النشاطات الدعوية الإسلامية، استضافة المسافرين والضيوف القادمين النازحين النزوح الكبير من الكويت بأطفالهم ونسائهم، يقي مصارع السوء. ويأتي النداء: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نعم أيتها الأخوات الكريمات، إن الصدقة وفعل الخيرات
تقي مصارع السوء. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يجعل فعل الخيرات شعارا للدعوة والدعاء، فيقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وميزان الله سبحانه يزن ذرة الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والله سبحانه أيضا جعل وحيا خاصا للخيرات، قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. ثم جعل الخيرات مضمار يتسابق إليها الناس، قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وفي السباق مسارعة، قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. نسأل الله أن يجعلنا من السابقين إلى فعل الخيرات. بعد هذه المقدمة أدخل في صفات المرأة المسلمة، خاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها. ولكم في أمهات المؤمنين قدوة وأسوة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، فهاجرت أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، ومعها زوجها عبيد الله بن جحش. ثم لما وصلت إلى هناك إلى أرض الحبشة، تركها زوجها وظلت وحيدة ثابتة على دينها وإيمانها. أما هو فقد ارتد وترك الإيمان. ماذا نقول عن امرأة غريبة عن وطنها، بعيدة عن محرمها، غريبة في دينها، في أرض غرباء لا تعرف لغتهم، ومع هذا ظلت ثابتة، لم تؤثر فيها الغربة، وهي المرأة التي تحتاج إلى كنف الرجل القوي. فكان جزاؤها أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها مكافأة لها على ثباتها على دينها في غربتها، فصارت أما للمؤمنين. فإن كانت أم حبيبة فهي الآن أم المؤمنين، أم كل حبيبة، كل حبيبة مؤمنة مسلمة من أمثالكن أخواتي العزيزات، فهي أم المؤمنين وأم المؤمنات. وسنقف عند ثباتها على المبدأ العجيب، لأن الغربة أخواتي تدعو إلى التفلت، إلى الانسياب، إلى التملص من الدين. ونشاهد بين الحين والحين امرأة لما تغربت تركت حجابها وطاعة ربها وتسكعت في الأسواق، وصار إيمانها ضعيف ناقص،
كل هذا بسبب الغربة. أما أم حبيبة فإيمانها يزيد دائما وأبدا، وذلك ببركة الالتزام والثبات على المبدأ. هاجرت إلى المدينة المنورة، فجاء أبو سفيان أبوها وقرأ عليها باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت الباب ودخل الوالد هم بالجلوس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: رويدك انهض. قال: ما لك يا بني؟ رغبت بهذا الفراش عني ام رغبت بي عنه؟ يعني هذا الفراش لا يستحق مقامي، بتحطيني في مكان احسن، او ان هذا الفراش اغلى ما استحق الجلوس عليه؟ فكان جوابها الصارم الحازم للوالد الذي يفارقها في الدين، قالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كافر النجس، لا يحق لك أن تجلس عليه. فانتبه أبوها وقال، وهو سيد قريش وقائد جيوشها، قال: أي بني، لقد أصابك بعدي شر كبير. وموقفها الأعظم من هذا أخواتي العزيزات، لما جاء عمرو بن سالم وهو شاعر خزاعة، تلك القبيلة التي دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد في صلح الحديبية، قبيلة كافرة حيدها النبي ودخلت معه في العهد، إلا أن قريش اعتدت على هذه القبيلة وقتلتها في الأشهر الحرم وعند الكعبة، وذهب شاعرهم عمرو بن سالم يبكي ويشكي ويقول: يا رسول الله، النصرة 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 النصرة، هم بيتون في الوتير هجدا، فقتلونا ركعا وسجدا. فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت. ولكن هذه الكلمة الخطيرة فهمتها أم حبيبة رضي الله عنها، فارتجف قلبها في صدرها. الذي يقول هذا الكلام ليس بالإنسان العادي، إنه رسول الله. نصرت، إذن سيحرك محمد صلى الله عليه وسلم جيوشا جرارة لنصرة عمرو بن سالم وقومه. على من؟ على والدها وعلى والدتها وعلى إخوانها معاوية وإخوانه، يزيد ابن أبي سفيان وأخواتهم، أسرتها كلها في مكة ستتعرض للإبادة. ما تدري ما نوع هذه النصرة؟ لابد أن تكون جيشا عرمرما لا يبقي ولا يذر. ومع هذا التزمت ولاذت بالصمت، ما ذهبت تتحسس وتتجسس إلى النبي كما تفعل كثير من الزوجات عندما يردن أن يكتشفن أسرار الزوج. الزوجة عندما تريد أن تكتشف أسرار الزوج تتفنن في
في ذلك تضع الروائح العطرة وتقترب وتبدأ ببعض الكلمات التي تجعله يكشف كل الأوراق، وتستغل ناحية الضعف فيه، ولكن هذه المرأة المسلمة الكريمة الطاهرة آثرت التضحية بوالديها وبإخوانها وأخواتها، ولاذت بالصمت تنتظر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشاهد الجيوش تتشكل، المهاجرين كتائب المهاجرين تتجمع تحت راية المهاجرين، كتائب الأنصار تتجمع تحت راية سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه، وعشرة آلاف مجاهد يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وراية العقاب فوق رأسه تخفق، وعن يمينه وزيراه أبو بكر وعمر، وهو يسير أمامهم ووسطهم ويوقف الجيش بعد تحركه، وقد بث العيون في كل مكان تأخذ عليه الطرق، تأخذ عليهم الطرق حتى لا ينطلق الجواسيس والعملاء، فيخبر قريش يريد أن يباغتهم، يريد أن يكسر شوكتهم، يريد أن يبين لهم قوة الإسلام العسكرية. في مثل هذه الظروف أمر بأن يقف الجيش في منتصف الطريق فجأة، وجيش لجب مثل هذا يزحف كالليل، عندما يقف فيصطك الحديد بالحديد ويثور الغبار والنقع فوق الرؤوس، تطلع الجند ومدوا رقابهم ليعلموا الخبر. ما الذي أوقف الجيش؟ هل هو جيش آخر يزحف أمامهم لحربهم؟ هل حدث تمرد عسكري؟ ماذا حدث؟ وإذا بأوائل الجيش يشاهد العجب، يشاهد عصفورة صغيرة ترفرف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشتكي إليه ويعلم شكواها ويفهم حوارها، وإذا بالعصفورة تقول: قد أخذ أحد الجنود أفراخي. فالتفت عليه الصلاة والسلام وقال: من فجع هذه بولديها؟ فقال أحد الجنود: أنا يا رسول الله، أخذت فرخيها. فقال: أعدهما إليها. فأعادهما، فعادت القبرة تظلل فرخيها في عشها هادئة هانئة. عند ذلك أمر الجيش أن يتحرك من جديد. هذه جيوش الرحمة، هذه الرحمة المهداة التي من وصايا قوادها: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة ولا دابة إلا لمأكلة. وصايا خالدة. ماذا نقول للجيش العراقي الذي اجتاح أرض الكويت، الذي شرد الأطفال في كل مكان، الذي جعلهم يموتون ظمأ في صحراء لا ترحم، الذي هجم على المستشفيات فألقى المرضى على قارعة الطرقات؟ ماذا نقول لذلك الجيش الظالم الذي سفك الدماء وهتك الأعراض وصادر الأموال وسرقها وحول الديار إلى دمار
أسواقها خاوية، المباحث والمخابرات أكثر من المصلين في المساجد. ماذا نقول لهذا الجيش الظالم ونحن نستعرض جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لهذا الجيش الظالم مهما فعل سوف نبقى واقفين، لن يثنينا جبروتكم وتمردكم وطغيانكم. المرأة المسلمة في الكويت وخارجها قدوتها أم حبيبة، قدوتها أم سليم، قدوتها نسيبة العامرية. سوف نبقى واقفين مثل كل الشجر العالي، سنبقى واقفين، سوف نبقى غاضبين مثلما الأمواج في البحر الكويتي، سنبقى غاضبين. أبدا لن تسرقوا منا النهار أيها الآتون في الفجر على دبابة، من رأى دبابة تجري حوارا. أبدا لن تجدوا في وطني نجمة واحدة ترشدكم، نخلة واحدة تذكركم، طفلة واحدة تشكركم. ربما حطمتم أبوابنا، ربما روعتم أطفالنا، ربما هدمتم البيت الكويتي جدارا فجدارا، غير أننا سوف نبقى مثلما الأشجار تبقى، مثلما الأنهار والغابات والوديان والأنجم تبقى، مثلما حرية الإنسان تبقى. فاسحبوا خنجركم من لحمنا وأعيدوا لؤلؤ البحر إلينا والمحارة، وارجعوا من حيث جئتم، نحن قوم نرفض القهر كبارا وصغارا. حيث تمشون على أرض الكويت سيصير الرمل شوكا ويصير البحر نارا. أيها الجار الذي كان مع الأزلام جارا، يا الذي روعت آلاف الصبايا، إن قتل الطفل في الأرحام لا يدعى انتصارا. أيها الجار الذي كان مع الأوغاد جارا، يا الذي روعت آلاف الصبايا، إن قتل الطفل في الأرحام لا يدعى انتصارا. إنما سميته ملحمة كبرى أسميه انتحارا، يا الذي أهديته الماء وأهداني الصحارى، يا الذي أهديته الأفق وأهداني الحصارى، يا الذي أهديته دعما وتأييدا وأهداني احتلالا وانكسارا، يا الذي أحرق أسراب العصافير وما قدم للريش اعتذارا. أيها الماشون في الفجر على أجسادنا، إنني أسألكم ماذا اقترفنا؟ ماذا اقترفنا؟ ولماذا تملؤون الوطن الآمن موتا ودمارا؟ أيها الماشون في الفجر على أشلائنا، عندما يطعنني في الظهر سيف عربي يصبح التاريخ عارا، عندما يذبحني الجار الشقيق في فراشي يصبح الحلم العربي غبارا وغبارا. ظلت أم المؤمنين أم حبيبة صامتة، لم ترسل رسالة سرية لكي تخبر والدها أبا سفيان فيأخذ أهبة الاستعداد. كتمت وتحملت وصبرت وضحت بكل العائلة من أجل المصلحة العامة، من أجل رضوان الله، من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بعض الرجال انهار في مثل هذا الموقف. المرأة ثبتت، المرأة صبرت وكتمت سر تحرك الجيش للفتح الكبير، والصحابي البدري حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه
لم يستطع مقاومة عاطفة الأبوة في صدره، فأرسل رسالة سرية مع امرأة عجوز يخبر قريش بتحرك الجيش، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل علي بن أبي طالب مع رجل فتشى ونبش المرأة فوجد الرسالة، واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وسأله عن سبب هذه الخيانة، قال: والله يا رسول الله إني أحب الله ورسوله وما فعلت هذا إلا لتكون لي عند قريش يد بيضاء، حيث أن أهلي وولدي هناك لا مانع لهم ولا حامي. فقال عمر: مرني يا رسول الله أضرب عنق هذا فقد نافق. فقال: لا يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ويعفو عنه النبي لأنها ظروف حرب يضعف فيها القوي وتتزلزل فيها القلوب. المرأة ثبتت وصبرت واحتسبت، فكان من بركة صبرها رضي الله عنها أن هدى الله أباها قبل الفتح، وهدى أمها وإخوانها. ما شاء الله، لا إله إلا الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فثباتك يا أختاه على دينك وصلاتك وحجابك وعادات إسلامك وتقاليده وتعليمات هدي نبيك لها بركة، ما بعدها بركة. إذا أردت أن تهدي بإذن الله وتوفيق الله أحدا من أرحامك أو أقاربك، ما عليك إلا أن تلجأي إلى طاعة ربك ومولاك. اعمل الواجبات واترك المحرمات وسترين بركة ذلك هداية بعد هداية ينزلها الله على من يشاء من عباده. من صفات الأخت المسلمة، المرأة المسلمة، أنها تؤقلم نفسها على حسب الظروف التي تمر بها أمتها ومجتمعها. كما تعلمنا أخواتي أننا في الكويت خضنا ظروف حرب وهجرة وجلاء، ونحن هنا في هذه الديار في حالة إعداد عدة لخوض حرب نرى المتطوعين والمتطوعات، المتطوعين للقتال والمتطوعات للتضميد والإسعافات الأولية. ما معنى هذا؟ معنى هذا الاستعداد التام لجهاد، لجهاد ما ندري متى يأتي. ما دام هذا الظالم يحتل الكويت ولا ينسحب فالمنطقة في خطر، وجرس الإنذار يقرع. إذن عليك أن تتأقلمي مع هذه الظروف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأصحابه والصحابيات نرى له تعليمات عجيبة في مثل هذه الظروف. يدخل فيرى أم المؤمنين قد فصلت بين الدقيق المنقى وبين إهالته، التبن المستخلص من القمح، فقال: ما هذا؟ قال: الدقيق منقى يا رسول الله. قال: لا، ردي إليه إهالته، اخلطيه مرة ثانية بالنخالة. فلما خلطته وصارت الخبز عن 4 خبزات قال: الآن نعم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يعلمنا في مثل هذه الظروف ترك الإسراف،
انا اتعجب من بعض الاخوات ونحن نمر في ظروف حرب لا تزال تعيش في حياة سلم، لا تزال تتمشى في الاسواق ترصد الاسعار والموديلات لملابس الاولاد والبنات، وتجعل جل تفكيرها وهمها في كماليات المنزل وانواع الاطعمة والحفلات والتباهي بما تشتريه امام الاخوات. هذا لا يليق بمثل هذه الظروف. اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها لما هاجر ابوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك اسرته كلها ليس عندها درهم واحد، وجدها ابو قحافة رجل اعمى سمع ان ابنه هاجر فصاح باعلى صوته: لماذا يترككن عندي وانا رجل اعمى لا املك شيئا، كيف انفق عليكن؟ واخذ يصيح. فخافت اسماء وخافت عائشة ان يسمع كفار قريش خبر الهجرة فينطلقون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت وتأقلمت بسرعة مع هذا الظرف وجرت واحضرت كيسا ووضعت فيه حصى مدور مثل الذهب وربطت الكيس ووضعته في روشنة الدار، ثم جاءت بجدها وقالت: يا جدي لا تخف، إن أبي ترك لنا مالا كثيرا وفيرا، ترس كيس من الذهب مملوء ننفق منه علينا حتى يعود. قال: أو فعل؟ قالت: نعم. قال: أين هو؟ قالت: تعال تعال وانظر. وأمسكت بيده وهو أعمى لا يرى، ووضعتها على الكيس اللي فيه الحصى فتلمسه، فقال: إن كان ترك لكن هذا فقد ترك خيرا كثيرا، فسكت. إذن مثل هذا السلوك وهذا التصرف السريع والبديهية الذكية تبين ما كانت عليه المرأة الإسلامية من وعي شديد، تستطيع أن تعيش في كل الظروف والأحوال. وأنتن يا أخوات العزيزات الكريمات اعلمنا أن المال قوة، فحافظن عليه ما استطعتن، لأننا ما ندري، الدنيا غدارة يا طالب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. ومن صفات المرأة المسلمة الداعية إلى الله أن تتألف البعيدة وتربي القريبة وتداوي القلوب المكلومة، واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. كذلك عليها أن تعرف الحق، ومعرفة الحق عن طريق معرفة أهله، وإن لم تصورهم الأفلام أو تمدحهم الأقلام فالله يقول عن سماتهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وتكونين يا أختاه دائما وأبدا يذكرك كل شيء بالله، فإذا قرعت فقيرة بابك تذكرك بفقرها فقرك إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم إذا عملت عملا كهذا الأسبوع أو هذا النشاط من طبق الخير أو غيره فلا تنتظري مدح أحد أبدا، إنما انظري ها
هل يصلح هذا العمل للآخرة أم لا يصلح؟ قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو النظر الصحيح للأعمال. ثم اجعلي يا أختاه بيتك مشغلا صغيرا تنفعين به الدعوة والناس والمحتاجين، كأم المساكين زينب رضي الله عنها. أخواتنا المسلمات في الكويت الآن لما دخل عليهم فصل الشتاء والأسواق كلها مسلوبة ومنهوبة، ما في أحد يبيع ملابس، تحولن كلهن حائكات شغالات في البيت. أخذت الخيوط وبدأت تعمل لأطفالها الصغار، طاقية من الصوف، طربوش من الصوف، وهذا العمل له أنس. يعني كل امرأة تعلمت في المدرسة الأشغال المنزلية الآن تستفيد منها. كذلك لا تنسى الأخت المسلمة والزوجة المسلمة حق دعوتها وحق زوجها، لكي تكون يوم القيامة من صويحبات خديجة. صويحبات خديجة هذه جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام لها وفرش لها بردته وسألها وأثنى عليها، فقالت عائشة: أكل هذا لهذه العجوز؟ قال: نعم، إنها من صويحبات خديجة. صويحبات خديجة لهن امتياز خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن خديجة صويحباتها عرفنا حق الدعوة يوم أن كانت الدعوة في أولها، وحق الزوج يوم أن كان فقيرا في مكة مطاردا من الكافرين مهجرا من دياره. يقول عنها: صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد، ولم يبدلني الله خيرا منها. كذلك يا أختي الكريمة، تحرصين في مثل هذه الظروف على ممارسة الدعاء للناس وليس الدعاء عليهم، لأن القلوب الكبيرة قليلة في زماننا هذا. يكون شعارك: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومؤمن آل ياسين لما ذبحه الكفار قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كما أن حياتك لا تطيب إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا تطيب بزخارف الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا كان لك تأهب واستعداد فهو التأهب للقاء الله، ولو تنامين على الحرير والذهب لا تنسي لقاء الله. يقول الله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالتي تستعد للقاء الله تبشر المؤمنين. والله يا أخواتي كنت أسمع يعني من الوالدة ومن جداتنا بأن أهل الكويت كانت كل امرأة وكل رجل يشترون كفنهم ويخلونه في البيت، وإذا مر عليه سنة ولم يقدر الله الوفاة تتصدق به ثم تشتري جديدا للسنة القادمة. فكنا نقول: يعني ايش دعوة الى هالدرجة هذه؟ والان لا يوجد في المقابر اكفان ولا للموتى اكفان. لقد سرق الجنود العراقيون اكفان الموتى من المقابر والحنوط والكافور والسدر، ولم يتركوا للموتى حتى قطعة من القماش يلفون بها. إذن المرأة القديمة كانت تستعد فعلا إلى لقاء الله. المرأة الحديثة يؤسفني أنها تحرص على تفقد فساتينها كل صباح وكل مساء، ولكن لا يخطر في بالها الكفن.
الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلنستعد إلى هذا الرجوع العالمي والفرار العالمي إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كذلك يا أختاه، تعلمي عندما تزورين أختك المسلمة متى تزورين ومتى تزارين ومتى تتكلمين ومتى تستمعين، واحذري من أن يولد أطفالك الإزعاج للآخرين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وتتعلمين من المواقف التي تمر بك طاعة ربك. إذا افتقرت تصدقت، وإذا جعت أطعمت، وإذا تعبت صليت. وشعارك أرحنا بها يا بلال، أي الصلاة. أخلاقك ويؤثرون، وشعارك ويطعمون، وشعائرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كذلك ابتعدي ولا تقتربي من الغناء ولا تطربين له، فإن الأخت المسلمة أغناها الله بالقرآن وبالدروس والمحاضرات وبالأناشيد الإسلامية الجهادية والرجز المباح. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ويمدح الله التي تستمع الخير وتتبع الأحسن فيه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم يا أختاه، إذا اشتريت شيئا ثمينا لا تتحدثي به أمام أخواتك، لعل من بينهن أخت فقيرة فينكسر قلبها وتعود فتطالب زوجها أكثر مما يطيق. ثم يا أختاه، لا تنسي أبناء الشهداء. ومن توفي من العاملين من الدعاة الصالحين والمسلمين هنا وفي كل مكان، في أفغانستان، في فلسطين، في كل العالم، في كشمير، في كردستان، لا تنسي أبناء الشهداء فأدخل السرور على قلوبهم بين الحين والحين. هدية العيد، كسوة الشتاء والصيف، حقيبة المدرسة وغيرها. فأسبوع الطفل لا يقصر على ديارنا بل ينتشر إلى عالمنا الإسلامي، لأننا لا تحدنا حدود في ديننا. ديننا مطلق البشر، مطلق المكان، مطلق الزمان. قال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. لأنهم نضروا وجوه اليتامى وأسروا قلوبهم لقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كذلك يا أختا، احرصي على المشاركة في الجرائد والمجلات الإسلامية ببعض المقالات والنصائح والإرشادات، واحرصي على المقال القصير النافع. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كذلك يا أختاه،
إذا جاء الزوج أو الخاطب لا يرفض، خاصة إذا كان صالح. والتي تظن أن تفرغها للدعوة أنفع للدعوة فقد أخطأت، لأنه لا رهبانية في الإسلام. وتكوين الأسرة الصالحة من أعظم محاضن الدعوة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعتني بالطفل المسلم ما استطعت، فاجعلي له أسبوعا خاصا وبرنامجا خاصا فيه وسائل الترفيه المباحة، ما ينفعه ويفيده ويعده للحياة الكريمة. فطفل اليوم هو رجل الغد. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. واحرصي أيضا يا أختاه على أسبوع الأخت المسلمة، تشارك فيه الأخوات في مؤتمر إسلامي نسائي، يتم التعارف بين الأخوات والتآلف، وأن يكون على مستوى يليق بكرامة الدعوة والدين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم يا أختاه لا تستسلمي للمشاكل، ولا يحد كثرة الأولاد من نشاطك في الدعوة، ولا يزيد الزمن والعمر من عزمك إلا قوة وثباتا، كخديجة أم المؤمنين التي قال عنها جبريل: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب. فهي لم تصخب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الدعوة، وكذلك نصبت وتعبت معه في شعب أبي طالب جوعا وعطشا، فكان جزاؤها لا نصب ولا تعب في جنات النعيم. أخواتي الكريمات، هذه بعض الصفات والوصايا لأخوات المسلمات، وتوجيهي الخاص إلى أخواتي الكويتيات في غربتهن: التزمن بالحجاب الإسلامي الكامل الشامل، واحرصنا على تغطية الجسد كله، ثم الحفاظ على الأولاد والبنات، والحرص على الدعاء، والابتعاد عن الحجاب المتبرج، والحرص كل الحرص على العفاف والشرف والفضيلة. فالوطن لا يعود إلا بطاعة الله، وإنما نحن ننتصر بأعمالنا الصالحة. ونقول للظالمين المعتدين الذين جاءوا إلى ديارنا وسفكوا دمائنا، نقول لهم: دم الكويت على عينيك أرقني، فهل جزاء الوفا قتل وإرهاب؟ دم الكويت على كفيك يسألني أين الطريق، وهل للصبح أبواب؟ دم الكويت أمام الله يسألنا، أطفالهم في لهيب الخوف قد شابوا. إنا بنينا من البهتان أضرحة، وشردتنا بأرض الله أحزاب. نشتاق في القدس محرابا نعانقه، وصيحة في سبيل الله تنساب. نشتاق دينا طهورا لا تمزقه دعوى الضلال، ولا يحميه نصاب. فنحن نشتاق إلى هذا الدين يا أختاه، فحافظي عليه ما استطعت. ونختم قائلين: من قتل الكويت؟ من قتل الكويت؟ ينفجر السؤال في عقلي وفي قلبي كنهر من لهب. كيف تموت وردة بلا سبب؟ كيف تموت نخلة بلا سبب؟ هل أعجمي يا ترى قاتلها، أم عربي جاء من أرض العرب؟
من قتل الكويت؟ من ذبح الحمامة الجميلة البيضاء؟ من قتل القصيدة الشفافة الزرقاء؟ من سرق الكويت من ذاكرة الأبناء؟ والياقوت من خواتم النساء؟ من سرق التاريخ والجغرافيا واغتصب المكان والحياة والأحياء واقتلع الشعوب من مكانها وغير الوجوه والعيون والأسماء؟ هذا الذي قد قتل الكويت لم يأتي من غياهب المجهول، قاتلها من منتجات أرضنا كالقمح والشعير والبقول، قاتلها ليس سوى مغامر سطى على عباءة الرسول. هذا الذي قد قتل الكويت لم يأتي من فراغ، وإنما جاء إلى الوجود من أرحامنا، من وجهنا الشاحب، من عاهاتنا، من مكرنا وغدرنا وحبنا لذاتنا وعقدة السلطة في دمائنا. هذا الذي قد قتل الكويت ليس بلا سلالة، فإنه من دمنا ولحمنا، وإنه خلاصة لكل سيئاتنا. هذا الذي قد قتل الكويت لم يأتي من فراغ، وإنما نحن صنعناه على مقياسنا. من قتل الكويت؟ كفى نتهم القضاء والقدر. أليس في أحضاننا ترعرع السفاح؟ أليس في أحضاننا ترعرع السفاح؟ من قتل الكويت؟ من ذبح البحر من الوريد للوريد؟ من أرسل الأطفال للمجهول والنساء للشتات؟ لا أحد يجرؤ أن يهرب من وحشية المأساة. إن دم الكويت منثور على ثيابنا. أليست الشعوب أيضا تصنع الطغاة؟ من حطم الكويت؟ حطمها تلك الدكاكين التي تبيعنا الوحدة والقومية. حطمها عصر من التلوث الخلقي والتفسخ القومي والتلفيق والتصفيق والشراء والتصدير والتنظير والكتابة الأمية. حطمها الغرور والجنون والأنظمة الفردية، وألف ألف حاكم بأمره استبدل القرآن بالنازية، ومرسلون ما لهم رسالة، وأنبياء ما لهم قضية. لم تسقط الكويت إلا عندما تحول الفكر إلى زائدة دودية، وأصبحت أحرفنا من خشب، وأصبحت أفكارنا من خشب، وأصبحت شفاهنا ثلجية. لم تسقط الكويت إلا عندما تساقطت سنابل الحرية، وأصبحت دبابة واحدة قادرة أن تمضغ القانون في دقائق وتأكل الشرعية. من قتل الكويت؟ في زمن القتل الجماعي الذي نعيشه لا توجد المصادفة. في زمن السادية العمياء والفاشية السوداء واللصوص والحكام والتجار والصيارفة لا توجد المصادفة. في زمن صارت به شعوبنا أرانبا مذعورة وخائفة، لا بيت للإنسان كي يسكنه إلا بقلب العاصفة، ستبعث الكويت من رمادها. ستبعث الكويت من رمادها كطائر الصقر، وتبدأ الرحلة من أولها، وينبت العشب على دفاتر الأولاد، وينبت العشب على دفاتر الأولاد، وتصرخ الأمواج في الخليج: حي على الجهاد، حي على الجهاد. لا بد في نهاية المطاف أن يثأر المقتول من قاتله، وأن يدور الحبل حول رقبة الجلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.